مرض شلل الأطفال مرض شديد العدوى، قد يؤدي إلى شلل مدى الحياة أو الموت. كل ما يحتاجه الطفل لضمان حمايته الكاملة من المرض هما قطرتان فقط من اللقاح في الفم عدة مرات من الولادة وحتى سن 5 سنوات. وفي حالات انتشار المرض يكون تلقيح كل طفل تحت سن 5 مع كل حملة ضروري لحمايته من المرض، فبقاء طفل واحد دون لقاح يعرض بقية الأطفال إلى الخطر. خلال الأشهر القادمة ستنفذ حملات التلقيح ضد مرض شلل الأطفال في كل من سوريا، لبنان، الأردن، العراق، فلسطين، مصر، تركيا، اليمن، السودان وجيبوتي. تأكدوا من تلقيح أطفالكم مع كل حملة لحمايتهم. اللقاح آمن ومعتمد دولياً ومستخدم في كل دول العالم. حماية أطفالكم من شلل الأطفال في أيديكم. شلل الأطفال في أي مكان خطر على الأطفال في كل مكان.